أهلا بكم، جولة سريعة في مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأها لكم بتغريدة من حساب وزارة الداخلية: انخفاض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في النصف الأول من العام الجاري بالدولة. وفي تغريدة تالية من حساب دائرة الحكومة الإلكترونية: طبقت الدائرة خدمة زاج للمراسلات الحكومية للمساعدة في تسهيل عملية التراسل الحكومي. ننتقل إلى الإنستغرام، وفيه اخترنا لكم من حساب الشارقة للأخبار هذا الخبر: رفع الحظر عن استيراد الخضار والفواكه الأردنية. وصورة أخرى من حساب وزارة التغير المناخي والبيئة، وفيها: شارك في مسابقة لقطة الأسبوع، وذلك عن طريق التقاط صورة تبرز جمال ثمرة الرطب ونشره مع وضع وسم موسم الرطب. ختاماً، بقي أن نذكركم بمشاركتنا أخباركم وصوركم بإرسالها عبر مواقع التواصل الخاصة بنا كما هي ظاهرة أمامكم.